يعني نفسي حتى تكون دي مبادرة من صلاح اه حلمي، والله يا ريت انه يا جماعة اتيحوا الفرص لطلبة كلية الفنون الجميلة او التربية الفنية وغيرهم من الطلبة الموهوبين، بدل ما بنشوف احيانا خلينا نقول المهازل الفنية اللي في شارع مصر ينزلوها باشراف، يعني يبقى في معايير معينة والميادين مع جهاز التنسيق الحضاري مع الاحياء، بس تتيح لهم الفرصة وسهل لهم الامور. يعني بالظبط. بعضهم بيشتكوا، هي وانت بتقولي ان في اماكن كتير رفضت، طب ليه لا؟ ده مجهود تطوعي، هما بيحققوا وادي السي ذاتهم، في بتاعهم موجود، بيقدموا شيء فن السي جميل في موجود اون بابليك. ومش بيكلف كثيرا يعني.